منطقة أم جمال في محافظة المفرق أسست جمعية سيدات قضاء أم جمال للتنمية الاجتماعية في عام 2004 لخدمة المجتمع المحلي بفئاته المختلفة من خلال مجموعة البرامج والأنشطة المتنوعة. البرامج التي تحقق تطلعات الأهالي وأفكار عديدة وضعتها الجمعية في خططها لتحقق التميز والنجاح في العمل التطوعي مع الأهالي لخدمة المجتمع المحلي وبمشاركة فاعلة من مجموعة من الناشطات في المنطقة. مية لأطفال المنطقة بالتعاون مع العديد من الهيئات المحلية والدولية والتي ساهمت في إنشاء هذه الصفوف للحاجة الماسة إليها من قبل الأهالي لتأمين أطفالهم في هذه الرياض، وذلك نظراً لمساحة المنطقة الواسعة وبعدها عن مركز المحافظة، حيث يتلقى فيها الأطفال المنهاج المعتمد لمرحلة رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم، ولتهيئة دخول هؤلاء الأطفال للصف الأول الابتدائي في مدرستهم بيسر وسهولة. والمرأة في منطقة أم جمال لديها من العزيمة والإرادة والصبر والأفكار الكثير، لديها العزم والرغبة الصادقة في الإنجاز من خلال عملها بمجال نعترف جميعاً بأنه صعب، مجال النحت على الحجارة، حجارة المنطقة التي عاشت فيها هؤلاء النساء والتي قضت كل واحدة من هذه الأمهات عمراً في هذا المكان وبين ربوعه. المرأة في منطقة أم جمال يعتمد عليها وعلى جهودها وصبرها، إنتاج متكامل وفني من نحت الحجارة البازلتية ضمن مشروع متميز ينفذ بالتعاون ما بين جمعية سيدات قضاء أم جمال الخيرية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو ضمن اتفاقية مشروع النحت على الحجر البازلتي في أثار أم جمال في سبيل ترويجها ووضعها على خارطة السياحة العالمية، حيث تم من خلال الاتفاقية تدريب سيدات المنطقة في النحت على الحجر البازلتي، ويشارك في تنفيذ هذا المشروع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودائرة الآثار العامة الأردنية وبلدية المفرق وبلدية أم جمال وبدعم من السفارة الهولندية بعمان وبتعاون مميز مع مصممة المجوهرات ومستشارة اليونسكو نادية الدجاني. وهذا المشروع هو تجربة فريدة وجميلة وجديدة وأيضاً صعبة تعطي شعوراً بالإنجاز والجمال معاً، وهو يثبت إمكانية جعل الثقافة والتراث عاملاً مشتركاً بين مختلف فئات المجتمع. هن سيدات تجاوزن 60 من العمر، ولكن لا تزال لديهن الأحلام والآمال والطموحات بأن يحققن وينجزن الكثير. هن نساء عاملات، فنانات، منتجات ومساهمات في إعالة الأسر وضم العائلة وجمع شمل الأبناء، وكل واحد منا عندما يشاهد هؤلاء النسوة بعملهن الصعب والجميل يزداد تقديراً لجهودهن وعملهن، وأن في الحياة الكثير من المحطات التي تعطي الأمل وبأن القادم أجمل. وفي الجمعية نشاهد معرضاً مصغراً ودائماً لفن النحت على الحجارة، الحجارة السوداء التي تميز منطقة أم جمال، صاغت منها أيادي وعقول السيدات العاملات في المشروع قطعاً وتصاميم ورسومات جميلة. وهذه القطع التي صنعت يدوياً ومن إنتاج هؤلاء السيدات في محافظة المفرق هي الأولى من نوعها في الأردن وربما في مناطق أخرى عديدة، وهي مصممة يدوياً لاستخدامات التصميم الداخلي والخارجي
بإلهام من الموقع الأثري للمدينة، ويعبر عن عراقة التاريخ الأردني ويتناسب مع الحياة المعاصرة. وهذا المشروع يهدف إلى إبراز الثقافة والتراث والصناعات الإبداعية كمصدر ورافد أساسي للتنمية، والهدف الأكبر يتجه نحو الاعتراف بالتراث الأردني الفني والتنوع الثقافي لصالح أجيال الحاضر والمستقبل. وبهذه الروح، ومن الصخور البازلتية أنتجت النساء قطعاً متنوعة جميلة مستوحاة من تاريخ المنطقة وماضيها، ممتزجة بجمال الفكرة وروعة العمل والتميز في الأداء. ومن الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية للنساء في منطقة أم جمال دورات التدريب على التفصيل والخياطة الإنتاجية، وذلك ضمن خطة عمل الجمعية للمساهمة في تأهيل المرأة في المنطقة في مهن تساهم في تمكينها الاقتصادي وتفعيل دورها في دعم أسرتها، وبالتالي تحسين المستوى الاقتصادي للأسر في المنطقة. وتحقيقاً لهذا التوجه، تم تدريب السيدات على إنتاج العديد من الحرف اليدوية، ومنتجات العاملات في الجمعية متنوعة، منها إنتاج المشغولات الصوفية بقطع فنية ملونة ومتنوعة، وتنفذها السيدات في الجمعية، إضافة إلى إنتاج الصابون الذي تنتجه السيدات في المنطقة بعد أن تكامل مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة تقوم به الجمعية بجهد قوي ممثلة برئيستها عفاف رجوب وعضوات الجمعية في المجتمع المحلي، اللواتي قدمن النموذج الجميل والمثل الحي للعمل التطوعي في تنمية مجتمعاتهم المحلية.